وصت ابنها انها تدفن في المكان الفلاني في مسقط راسي. احيانا يا ترى الوصيه دي واجبه؟ لا مش واجبه التنفيذ. ليه؟ ممكن يشق، ودي حاله اهي، يشق على المشيعين ان يذهبوا الى هذا البلد حتى لو كانت وصيه. الدنيا حر في دلوقتي، ومثلا يعني وصت انها تدفن في اسوان، يا خبر ابيض، يعني هي قاعده في القاهره ويتفرف في اسوان، مين اللي هيقدر يروح اسوان؟ في مثلا في السلوم ولا في مرسى مطروح ولا ايا كان، مين اللي هيقدر يروح المشوار ده؟ طب يا ترى الحاله او البدن هيسمح ان ننقل ميت هذه في عز الحر بهذه الطريقه؟ الله. يبقى اذا هذه ليست واجبه التنفيذ، فيه مشقه على المشيعين، فيه مشقه على الابن، على الاسره انها تفعل ذلك. طب نعمل ايه؟ ان خلاص هي ربنا كاتب لها تدفن في هذه البقعه من الارض، بس ما اجرمش في حقها ولا حاجه، لا لم يجرم في حقها ولم يقصر في حقها، فما فيش اي ذنب عليه ابدا.